إلينا من السويداء الأستاذ رواد بلان الصحفي. أستاذ رواد، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. السويداء يوما بعد يوم ترفع من سقف مطالبها. أستاذ رواد، هل السويداء تعتقد بأن الحكومة السورية ستتعامل مع هذه المطالب، ستقبل بهذه المطالب أستاذ رواد، سيما وأنها وصلت إلى حد المطالبة بفض العقود أو فسخ العقود طويلة الأمد مع كل من روسيا وإيران؟ أستاذ رواد، هل تسمعني؟ يا ريت عيد السؤال لأنه ما سمعت. طيب، يعني بعد الترحيب بحضرتك كنت قد سألتك بأن يوما بعد يوم ومع دخول الحراك الشعبي في سويداء أسبوعه الثاني تتصاعد مطالب المحتجين، وصلت إلى حد فض العقود أو فسخ العقود مع كلا الجانبين الروسي والإيراني. أستاذ رواد، هل الحكومة السورية ستتعامل مع هذه المطالب، ستتحرك بهذا الاتجاه؟ أستاذ رواد، بحسب المعلومات اللي توصل لدينا لحد اليوم ما في أي إجراء حكومي حول هاي المطالب أو حول نقاشها، وبعتقد هاي القضايا بحاجة لإجراءات حكومية وإجراءات أيضا ضمن البرلمان السوري للتعامل معها، ليست مسألة قرار منفرد أو قرار حالي، وبالتالي هي التزامات أيضا دولية تحمل كثير من التعقيدات. لكن المطالبين يشعرون أنهم أوضاعهم الاقتصادية تتراجع جراء التخلي عن جزء من مصادر الدخل أو عمليات الإنتاج أو الثروات الباطنية. نعم. هناك تقص كبير بالمعلومات لدى الشارع حول هاي العقود وحول من أبرمت، وبالتالي مسألة أيضا هي مسألة عامة، يريد الشارع معرفة ما هو مصير ثروات وما هو مصير هذه الثروات ومن يتحكم بها ومن ومن يستثمرها. طيب اليوم أستاذ رواد، كيف تبدو الصورة في السويداء؟ كيف يبدو المشهد؟ إلى أين وصل الحراك الشعبي؟ ما زالت الاحتجاجات مستمرة إلى اليوم، ما زالت المطالب يعني تتكرر، هناك مطالب معيشية، هناك مطالب، هناك أيضا طروحات سياسية. أعتقد أن الشارع يبحث عن حل، وكما سوق وكما قيل أن القرار 52 قد يكون هو فرصة للحل، لذلك الناس طالبين تريد الأزمة السياسية وبالتالي حل الأزمة الاقتصادية. الشارع يدرك أن الأزمة الاقتصادية هي نتاج الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وبالتالي يطرح هذه القضايا السياسية. الأستاذ رواد بلان الصحفي من السويداء، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك.